الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سعيد محمد مايد الشامسي من أبناء إمارة الشارقة، ويشرفني في هذا المقام أن أعرفكم بنفسي كأحد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة. بعد أن حصلت على شهادة الثانوية من مدرسة العروبة في سنة 1992، سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال تعليمي الجامعي، حيث نلت درجة بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي. وفي سنة 1992 التحقت بالعمل في شركة أبوظبي للعمليات البرية أدكو، حيث بفضل من الله تدرجت من وظيفة مسؤول دعم فني، ثم أصبحت مهندس شبكات، ثم مسؤول فريق عمل مشروعات تقنية المعلومات. بعد ذلك انتقلت إلى قسم الموارد البشرية في منصب مشرف التدريب والتطوير في الشركة. وقبل أن ألتحق بالجامعة الأمريكية كنت في منصب رئيس قسم التوظيف فيها. وفي سنة 1999 انتقلت للعمل في الجامعة الأمريكية في الشارقة في منصب مدير الإدارة للعلاقات العامة، ولا زلت أشرف بالعمل في هذا الصرح الأكاديمي الذي يعد مفخرة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة حفظه الله. أيها الأخوة والأخوات، لقد أقدمت على هذه الخطوة إيماناً مني بالسياسة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، والتي تشجع أبناء الدولة على المشاركة في صياغة مستقبل هذا الوطن، وأيضاً إيماناً مني بقدرة هذا الجيل على من أبناء الإمارات على تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الجيل والأجيال المستقبلية، والمتمثلة في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ومنجزات هائلة منذ قيام الدولة حتى الآن، والعمل بإذن الله سوياً على استدامتها، ورداً ولو جزءاً يسيراً مما تحمله قلوبنا وعقولنا من جميل لهذه الدولة المعطاءة. واسمحوا لي أن أتناول معكم في لقاءات قريبة وقادمة بإذن الله برنامجي الانتخابي الذي أرى أنه في حالة تطبيقه وتبنيه ومناقشته سيجعل وسيحقق كثيرا من آمالنا وتطلعاتنا وطموحنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.